مسلسل الصيد خارج الحلبة. يومي는 굉장히 험악하고 잔난 놈이야. 사냥개들을 보낼 거야. الضمان لك أنك ستشاهده في يومين أو أقل، لأنها دراما قصيرة من 8 حلقات ونوعها مسلي جدا. أكشن، جريمة وتشويق. تحكي عن ملاكمين سيتورطون مع أكبر شركات نصب في كوريا، ومن هنا ستنقلب حياتهم 180 درجة من مجرد ملاكمين داخل الحلبة إلى صيادين خارج الحلبة. من فترة طويلة ما شاهدت مسلسل يحمسني ويخليني أتابع حلقة وراء حلقة بكل حماس وشغف. تحفة فنية رهيبة بمعنى الكلمة، إثارة وتشويق ما تنتهي. من جمال هذا المسلسل خلصته بجلسة واحدة. فكرته وأجواءه رح تخليك ما تحس بالملل، ويوجد فيه عيب وحيد فقط أنه خلص بسرعة. المسلسل ممتع وفي نفس الوقت مؤثر ومناسب للمشاهدة العائلية. رح تشوف شيء مبهر يشوقك من أول دقيقة إلى آخر دقيقة فيه، مع تمثيل اثنين لازم أنهم ياخذوا جائزة أحسن ثنائي على دورهم. إذا شاهدت المسلسل اعطي رأيك في التعليقات واعمل لايك واشتراك في القناة إذا أعجبك هذا المحتوى، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.